مدرس علوم في احدى المدارس الابتدائية يطلب من التلاميذ رسم لبعض الحيوانات على دفتر علومهم، فهل هذا منافي للدين الاسلامي؟ هذا ما ينافي الدين الاسلامي، لكن معصية. هذا ما ينافي الدين، هو كفر. رسم الصور محرم ومنكر، صور لواط الحيوان، رسم الانسان، البهيمة، الطائف، لا يجوز. لكن اتسع الناس في هذا، ولا حول ولا قوة الا بالله، حتى صار كأنه مباح. لما توسع الناس صارت الصور كأنها مباحة الآن، ما صار لها يعني قيمة عند الناس، لأنه اعتادوا هذا وكثر بينهم هذا في المجتمعات وغيرها، فصار كأنه شيء مباح. النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ووكله ولعن المصور، وقال أشد الناس على الغيظ وكانوا مصورون. لكن بعض العلماء تأول هذا على أن المراد الصور المجسمة ذات الظل، كان يصورها من حديد أو من خشب أو من كذا أو من كذا على حيوان، ولكن هذا قول ضعيف مرجوح، الذي عليه عامة العلماء وأكثرهم أن التصوير يعم مجسم لا ظل، ويعم غير مجسم وهو ما لا ظل له كالشمس وما يكون في الخرق وما يكون في الجدران وغير ذلك. هذا هو المعتمد عند الأكثر، فينبغي توقي هذا. وبعض الناس تأول كونها آخر وقالوا إن هذا ما صور، إنما هو يحبس الصورة مثل الصورة في المرآة يحبسها، فهو ما صور، وإنما أمسك خلق الله بهذه الكاميرا فهو ما صور. وهذا فيما يظهر لي تأويل لا وجه له، فإذا كانت صورة تصور من كاميرا فهو من كاميرا، فلا يليق في ذلك أبدا. لو سمحت الله في المقام هذا، نعم، انا برضه مدرس علوم، وبعدين المنهج يعني طبيعته كده، مثلا برسم السمكه حتى ارسم يعني الشيء اللي هو داخل السمكه، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، التنفسي، حتى نبين للطالب مكان كل عضو، فما الطريقه فيها؟ يمكن الوضع صحيح كده، يمكن يسأل هذا بأجزاء مقطعه للراس، صور هذا الجلد، يعني يعلم كيف للطبيب وتعليف الطفلية الضفادع، ما فيش إلا الضفادع، لكن حتى الضفادع لكن ميتة، الميت أو شيء مباح قتله، مثل السمك يأخذها من الماء تموت، مثل الشاة البعير يذبحه ثم يعلم على أجزاء، ما يصور، يعلم على أجزاء وصور أجزاء واحد قطع قطع حتى لا يكون يعني صورة قائمة. يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، الامتحانات العامة تيجي بعد رسوم العلوم، إلى الله المشتكى، نسأل الله العافية. ما في أي جناح إلا الدعاء. إذا ما علمنا الطالب الرسم طبعا بده يخش عليها بعد الدرجة، ينبغي التعاون حتى يزال عن الشيء إن شاء الله، وحتى يكون غير مشترك في الامتحان. نحن قدرنا في بعض الجهود ولكن ما في السؤال الكتاب، فالمدرسون والإخوان يتعاونوا مع وزير المعارف مع المدير في بلادهم، يكون إن شاء الله في الخير، لعلهم يطلعون هذه المادة أو يكون حلة أخرى في تعلمهم بدون الصبر.